كورونا، انت كورونا ما اعرف حبتك يمكن كم مره صار بك؟ يعني ثلاث مرات رقم قياسي. احكي لنا اول مره شلون صارت وشلون اكتشفتيها؟ اول مره كنا نصور مسلسل فيروس والكادر كنا مصابينه يعني مو بس اني، والحمد لله قدرت اعديها، هي شويه كانت صعبه. الثانيه لا صراحه ما حسيت بيها، يمكن بالزايد 10 ايام بس طولت وياي وكانت كلش خفيفه، بس اذتني يعني من الناحيه الصحيه كالشعر يتساقط هاي الاشياء بس. اي والثالث مره لها كانت اقوى اصابه الي، يعني حتى اقوى من الاولى، كلش كلش تاذيت. شنو اللي صار لك؟ ما اعرف، اني رحت للكليه داومت رغم انه انا كنت لابسه كمامه ومعقمه نفسي وماخذه احتياطاتي، فجاه رجعت ورا يومي بدت الاعراض وما اعرف منين انعديت الصراحه. صارت. انا سمعت انه عزلتي نفسك بغرفتك، حتى امك ما خليتيها انه لحد ما تخربطت وما حد يدري عني، انا نايمه بالقاع بالغرفه ومتخربطه نفسي مدى اقدر اخذه وما اقدر اخابر امي اقولها اصعدي لي ولا اي واحد من اخواني اخاف ينعدون او اي شيء. وادري اذا اخابر اخلي يعني مثلا يجون علي ياخذوني مستشفى او شيء، والدتي راح تصعد، لازم تصعد واني ما اريدها توصل. لحد ما هي ما اعرف كانه حست وصعدت لي للغرفه، لقيتني بالقاع تقول لي ايش بيك؟ انا اقول لها لا تتقربين، كل شيء ما بيه. تريد تجي اقول لها لا تتقربين، بس انا شنو نفسي ما اقدر اخذه. جت قعدت بالقاع حطتني بحضنها تبكي علي، بس الحمد لله ما عديتها. صدقين احنا عايشين بعالم صارت بيه كل هاي الاحداث، يعني من موضوع الصواريخ، الموضوع الصمون، الموضوع انه ما نقدر نلمس الناس اللي نحبهم بسبب امراض، يعني صح. زمن غريب اللي احنا عايشين فيه. كله عشناه احنا صحيح، بس لما نسولف بيه نضحك او نحسه قصه خياليه صارت، بس هي وقتها كانت رعب كلش. صحيح.